بالك تصير فد كربة من كربة، لا تأذي إمامك، لا تجرح إمامك، لا تغث إمامك، دور اللي يرضي شنو، ادعي له، شيل همه، واسيه، حاكيه، قل له كم يعقوب عينه عليك سكابه، ويا يوسف المثلك طول غيابه، كم يعقوب عليك اللي يسكب العبره، وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرى، اي مو طالت غيبتك يا يوسف الزهره، وصبرك ما طفح يا المهدي خنياب، سيدي كم ثار لك، كم ثار، ثار الدار، لو ثار الوقع بالدار، لو ثار الضلع والعين والبسمار، سيدي ترى الكل هد علينا وفزع ذيابه. بعد اذا عندك حاجة يم الامام واقفة حاكي بهاي اللغة، قل له يا جرح الذي ابدا فلا يلتام، يا هو الجرح الما يطيب، يا هو عماتك خذوهن عالهزل للشام، الله هاي عمتك زينب المحد شايف ظلها، هاي عمتك زينب المحد شايف طولها، هاي عمتك زينب المحد سامع صوتها. الامام الحسين هواي اكو جروح الى بيوم العاشر، جرح ابو فاضل وقال الان انكسر ظهري وشمت بي عدوي، وبعد يا جرح جرح علي الاكبر هم اذاه، هواي اذاه جرح الاكبر، مصيبة علي الأكبر هواي أذت، هواي أذت الإمام الحسين، لكن يقولون الرواة أرباب المقاتل أن الحسين أراد أن يحمل علي الأكبر، حمله ورجلاه تخط بالأرض. ليش؟ الحسين ما يقدر، فصاح بني هاشم احملوا قتيلكم، بس يقولون أرباب المقاتل الحسين ترك علي الأكبر وين راح؟ راح للمخيم. ليش؟ زينب وقفت بباب الخيمة، قال أخي زينب إن خدرك أعز علي من علي. سيدي يا صاحب الزمان، عمتك زينب طببوها على يزيد وخلوا الروس كلها قدام يزيد، انا اطلب منك طلب شويه، تهدأ تهدأ وشيل راسك، اسولف لك دقيقتين يلا اقرا لك المصيبه. يزيد شاف الروس كلها قدامه، حاط راس الحسين قدامه ويعبث بثنايا الحسين، يقول انه حسن الثغر، جمال يعني، نور بهي. ثم أخذ يسأل شمر وشبث بن ربعي وذول حجار بن أبجر وخولي كلهم يمه، قال لهم كيف كان القتال؟ شمر قال له شربت ماء، خولي قال له لقمة وأكلناها. انتبه، واحد من القادة مدنق وما هيك يسوي بحركة برأسه، يعني يعرف الحكي مو صحيح، قال له يا هذا أراك غير راض عن الكلام، قل ما عندك. قال له اعطني الامان. قال له لك الامان. قال له يا امير لقد راينا منهم ما لا نسمعه ولا نقرأه. قال له شفنا منهم العجائب، شفنا من عندهم مواقف، شفنا من عندهم شيء حياتنا كلها ما شايفينه، بقي باوع الرؤوس، هذا رأس منو؟ يقولهم قالوا له رأس فلان، هذا رأس فلان، إلى أن وصل إلى رأس يشع منه النور، انتبه وإذا بسهم مكسور في عينه. تدرون؟ زينب هم واقفة تسمع وتشوف، زينب قاعدة واقفة تباوع عليهم وتسمع حكيهم.
فمن وصل الراس العباس كلهم اهل البيت يجي باوعون كلهم يطالعون. فقال لهم هذا الرأس لمن؟ بهي بهي وجه بهي. قال له هذا رأس العباس بن علي. وحق هو العباس، ما اقدر اكمل، وحق هو العباس. قال لهم كيف كان قتاله؟ هذا السهم شلون اجى بعينه؟ قال له كنا 4000 على المشرعة. قال له كشفنا بهجوم واحد، بهجوم واحد كل احنا كشفنا، وكنا نفر من بين يديه كما تفر المعزة من الذئب. قال لهم ويحكم كيف قدرتم عليه؟ قالوا لي شلون قدرتوا عليه؟ قال له استطعنا له غدرا، غدر غدرنا، قطعنا كفه الايمن. ثم كمن له حكيم بن الطفيل خلف نخلة فقطع كفه الايسر. قالوا ماذا صنع؟ هاي اهل البيت يسمعون، زينب تسمع، اهل البيت كلهم قاعدين يسمعون. قال لهم ماذا فعل؟ قال له احتضن القربة واخذ يعدو كالاسد الضاري وهو يقول اني انا العباس اغدو بالسقاء ولا اخاف الموت يوم الملتقى. قال له ماذا فعلتم؟ قال له رشقناه بالسهم كرشق المطر، سهم أصاب صدره، سهم أصاب القربة، وسهم أصاب عينه. قال له وماذا جرى؟ شوف 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 زينب تسمع كل مواقف أبو فاضل هذه قدامها، زينب تسمع. قال له ثم جاء إليه أحدهم فضربه بعمود على رأسه. يزيد سأل هالسؤال الأخير، قالهم اين علمه؟ اين رايته؟ الراية مالته وين؟ جابوا الراية اثنين شايلينها، يقول من حملها يتمايلون، اثنينهم يتمايلون. يقول نظر الى الراية مليانة سهام، مليانة ضربات. يزيد خبيث، يزيد لعين، مو يسمع البكي مال اهل البيت، شلون هسه انتم تبكون؟ قال لهم ودوا الراية الزينة. عاد الراية وصلت الزينب، زينب شبقت الراية، داراج 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 يا زينب وين تال الدار؟ داراج 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 يا زينب وين تال الدار؟ والله داراج داراج بقت موحشة ومظلمة، دارج داراج داراج عقب عباس منه الاجا، عقب عباس منه لجا، داراج داراج جنت مدللة وصرت سبي، يا جنت مدللة وصرت يا سبي.
التفتت مولاتنا زينب بعد هذه الهضيمة والألم إلى الإمام زين العابدين تقول له: عما 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 شمالها النمال فونا، والله مال فونا مال فونا، وبديار غربة ضيعونا بديار غربة ضيعونا ضيعونا، حيث الليالي اغدرت بينا، والله اغدرت بينا بينا، ذبحة وهنا ونسبينا، هاي ذبحة وهنا ويا هاي نسبينا.